بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم عبر إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان اللي تغام في ميدان الساد وفي كافة ميادين الدولة. وفي هذا اليوم يوم ختام إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد لسن اللقايا، نسير وياكم يلا مقدمة هذا الشوط ونتابع شاهين يتصدر القيادة لسيف بن جعفر بن مرخان. المركز الثاني، المركز الثاني ثائر حربي بن محمد بن حربي العامري، وفي المركز الثالث يتقدم متعب الغاصب بن محمد العفاري. المركز الرابع يأتينا مشاهدين الكرام لمحمد بن صالح بن حطم العامري. هكذا النداء للأربعة الأسماء المتقدمة من القعدان اللقايا المتنافسة إلى نيل الفوز والناموس. مشاهدينا الكرام نعود وياكم يلا مقدمة هذا الشوط وشاهين يتصدر القيادة. سيف بن جعفر بن مرخان يقود مسيرة هذا الشوط، وفي المركز الثاني ثاير حق حربي بن محمد بن حربي العامري، وفي المركز الثالث يلي واصل يا سلام يا سلام محمد بن صالح بن حطم العامري، وصل وخذ المركز الثالث وعينه إلى مقدمة هذا الشوط عند لوحة 1500 متر. وفي المركز الرابع لغاصب بن محمد العفاري شعار عبوية حاضر على ظهر متعب متواجد في المركز الرابع. هكذا الندى وهكذا مسار هذا الشوط المخصص للقايا القعدان. نقترب من بوابة 1200 متر بقيادة ثاير حربي بن محمد بن حربي العامري، وبقيادة شاهين سيف جعفر بن مرخان، والتحرك من لاحق حق محمد بن صالح بن حطم العامري، والقدوم من متعب حق غاصب بن محمد بن خيله العفاري. هكذا ندانا، هكذا مسار هذا الشوط لمن هذا الشوط المميز بالشعارات المميزة عند الكيلو المتر الأخير. كيلو الامتحان تكرم فيها الأصايل أو تهان. يا سلام يا بن حربي يا بن حربي، أطلق مشاهدين الكرام ثاير لكن لاحق يتحرك محمد بن صالح بن حطم العامري يرفع راية الخطورة. وصل بالنصرة، وصل مبارك بن محمد بن نصرة العامري من الجانب الآخر، ومن هذا الجانب يصل غاصب بن محمد العفاري. بدت المعركة ترتفع درجة الحرارة من أيضا في هذا الشوط، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط والتحركات من الشعارات المميزة. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا سلام بالنصرة وغاصب العفاري وجها بوجه عند ال 500 متر الأخيرة. شوف الصمود والتجاوز، الله يا متعب يا متعب يا متعب. غاصب بن محمد العفاري، شاهين مبارك بن محمد بن نصرة على المركز الثاني. المعركة اشتدت بالنصرة وغاصب العفاري، يا هي معركة أمتار معدودة. بالنصرة غاصب بن محمد العفاري، لكن شاهين
يغير في اللحظات الأخيرة لمبارك بن محمد بن نصرة العامري، يغير المياسين لصالحه والتهاني والناموس لمبارك بن محمد بن نصرة العامري. نهنيه على فوز شاهين بالمركز الأول، أما متعب يعود في اللحظات الأخيرة، لكن خلاص بن نصرة يحقق الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن نصرة العامري. المركز الثاني لغاصب بن محمد العفاري، الثالث لمبارك بن معنس بن حربي، والرابع مشاهدي الكرام رقم أربعة البن حربي. أما التوقيت 4:56. تهانينا لمبارك بن محمد بن نصرة العامري.